مساء الخير يا باشمهندسين، إن شاء الله النهاردة هنبدأ سكشن 3 أو توتوريال 3، هنكمل فيها شابتر 2. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ divider circuits والـ Wheatstone bridge أو bridge circuit والجلفانومتر ديتكتور، وهنكمل أنواع الـ passive circuits. الأنواع اللي فاتت دي واللي هناخده دلوقتي دول اسمهم passive circuits. وليه اسمهم passive circuits؟ عشان هم مش بيعملوا amplification، هم أقصى حاجة أقصى gain بيوصلوا له هو 1، يعني ال V out أقصى حاجة ال relation بينها وبين ال V in يبقى إن ال V out بيساوي V in، لكن ما بتقدرش تعمل gain positive، ما بتقدرش تكبر ال input signal اللي داخلالك. وطبعا بنستخدم ال RC filters في ال analog signal conditioning برضو زي الأنواع اللي فاتت. طيب إيه الأنواع بتاعة ال RC filters اللي عندي؟ أول نوع عندي هو اللو باس فلتر. اللو باس فلتر من اسمه كده هو بيعدي الفريكونسيز القليلة وما بيعديش أو بيقطع أو بيصغر الفريكونسيز العالية، فبتكون الرسمة بتاعته بالمنظر ده، إن في ريزيستنس وفي هنا كاباستور. وعلشان تبقوا يعني سهل عليكم إن انتوا تعرفوه، ممكن نقول ان هو اسمه لو باس، وكأن اللو دي هي المكان بتاع الكاباستر. ففي الحالة دي بيبقى الكاباستر تحت والريزيستنس هو اللي فوق، تمام؟ طيب فده كده الشكل بتاع الار سي فلتر. طيب المعادلة بتاعته أو معادلة الجين اللي هي الـ Vout على الـ Vin، علاقة الـ Vout على الـ Vin ده بنسميه الجين، فهي بتساوي 1 على 1 plus F على FC all square، كل الكلام ده تحت الروت، النص دي اللي هي الروت. طب إيه الـ F دي؟ الـ F دي هي الـ Frequency بتاعت السيجنال بتاعت السيجنال الـ Input بتاعتي اللي أنا بحاول أجيب الجين بتاعها. أما الـ FC هي اسمها الـ Cut Off frequency او critical frequency، ودي بتكون قيمه ثابته. طب بتساوي ايه بقى القيمه دي؟ القيمه دي بتكون معتمده على القيم بتاعه الار والسي، وهي بتساوي 1 على 2 باي ار في السي، تمام؟ طيب هل انا بختار قيم الار والسي في الار سي فلتر دي قيم عشوائيه؟ قال لي انت الار سي دي بتختارها قيم عشوائيه، بس في كونسترين مهم قوي لازم تكون عارفه. ايه هو الكونسترين ده؟ ان انت السي اللي هتختارها لازم تكون within المايكرو فراد والبيكو فراد، ما ينفعش تختار لي سي قيمتها مثلا 100 ميجا فراد، ما ينفعش تختار لي مثلا سي قيمتها 100 او 10 كيلو فراد، لا لازم تختارها ما بين المايكرو والبيكو. نفس الكلام للريزيستنس، لازم تختارها within الكيلو والميجا، تختار لي ريزيستنس قيمتها 100 مايكرو، لا لازم تختارها من كيلو لميجا، قيم كبيره، دي القيم المتوفره في السوق، تمام؟ طيب لو شفنا الجراف بتاع اللو باس فلتر بيكون عامل ازاي؟ الجراف بتاع اللو باس فلتر بيبقى بالمنظر ده. الفريكونسيز اللي تحت ده اللي هو الاكس اكسس ده الفريكونسي اللي هو الاف ان هرتز، وده بيبقى سيمي لوج سكيل. وليه سيمي لوج سكيل؟ علشان بيبقى القيم بتاعته بتتغير بنسبه كبيره، يعني هتلاقوا ان السكيل عندي بادي من 0.01 واصل لحد 100 ممكن 1000 وهكذا. فالسكيل ده بيبقى 0.01 عشرات كده، 0.01 0.1 1 10 100 وهكذا. والواي اكسس بتاعتي هي الجين او اللي هو الفي اوت على الفي ان، وده بيكون لينير عادي 0 1 2 3 وهكذا يعني، بس هو مش 0 1 2. ليه؟ لان هو اقصى جين احنا قلنا بيوصل له كان كام؟ كان ال 1، احنا قلنا اقصى حاجه بيطلعها الار سي فلتر ده ان هو يطلع الاوتبوت هو الانبوت، هو ما بيعملش امبليفيكيشن، عشان كده اسمه باسيف سيركت. وبالتالي الجين اقصى حاجه هي ال 1، فبالتالي اللي عندي هيكون بالاو بوينت، فهبقى 0.1 0.2 0.3 وهكذا لحد ال 1. فالار سي فلتر بيعمل ايه؟ بيقول لي لما بيكون سوري اللو باس، يعني بيعمل ايه؟ لما بيكون الفريكونسي قليله قوي هنلاحظ ان الجين تقريبا واحد، اللي داخل قد اللي خارج. اول ما الفريكونسي تبتدي تزيد هلاحظ ان الجين ابتدى يقل تدريجي اكسبنشال. لما كانت 0.2 كان الجين تقريبا 0.99، لما كانت 0.9 مثلا كان الجين 0.775.
لما الجين كانت، لما الفريكونسي كانت 1 كان الجين 0.7 وهكذا. فهي كل لما تزيد، لما كانت 10 كان الجين 0.1. هي كل لما الفريكونسي بتزيد كل لما الجين بيقل، هو ده اللو باس. طيب تاني نوع عندنا هو الهاي باس فلتر، هو عكس اللو باس فلتر. بيعمل ايه؟ بيبقى السي فوق، لان احنا قلنا الهاي هتبقى مكان السي، فالسي فوق، وبيبقى الفولت على الريزيستنس هنا ده الفي اوت بتاعي، وبتبقى الجين او الريليشن ما بين الاوتبوت على الانبوت هي الجزء الثاني ده. احنا قلنا اول اللو باس كان 1 على البراكت ده، الدينومينيتور ده ثابت في الحالتين، هو روت 1 بلس اف على اف سي سكوير، ده ثابت في الحالتين. امال مين اللي بيتغير؟ النيوميريتور. في حاله اللو باس بيبقى 1 اللي هو ده، في حاله الهاي باس بيبقى الجزء ده اللي هو اف على اف سي، والاف سي طبعا قيمتها ثابته بتساوي 1 على 2 باي ار سي في الحالتين اللي هي كريتيكال فريكوانسي او الكات اوف فريكوانسي. طيب مين يقول لي الاف سي دي عندها الجيم بيبقى بكام؟ حد يقدر يقول لي الجيم عند الكات اوف فريكوانسي بكام؟ حد يا باشمهندسين يقدر يقول لي الجين عند الكات اوف فريكوانسي او الكريتيكال فريكوانسي بكام؟ علاء الدين 0.7، احمد 0.707، مظبوط يا احمد، مظبوط علاء الدين، انت اختصرت ال 07 اللي باقيه دي، هي فعلا 0.707. جبناها منين؟ جبناها ان احنا عوضنا في المعادله بتاعتي سواء في دي او في دي، وطلعت لنا ان هي بتساوي 1 على 1 بلس 1 اللي هي 2 تحت الروت، يعني 1 على روت 2 اللي هي 0.707. ففعلا لو انت عندك الجراف هنا عشان تعرف مكان الاف سي، تدور على الجين اللي كنت 0.707، الجين ده الفريكونسي المقابله لي هي دي الاف سي بتاعتي. طيب تمام، حلو قوي. ده كده الجراف بتاع الهاي باس فلتر، هو زي ما احنا شايفين كده الفريكونسيز القليله اتنويتد يعني مقطوعه او صغيره، وكل لما الفريكونسي بتزيد الجيم بيزيد معاها. تمام. فبالتالي عشان كده اسمه هاي باس، لان هو بيباس او بيعدي الحاجات اللي الفريكونسي بتاعتها عاليه او كبيره. وزي ما قلنا اقصى جين بيوصل له هو ال1، ان الاوتبوت يساوي الام. طيب جاب لي سؤال بيقول لي develop a low pass RC filter to attenuate 0.5 megahertz noise by 97%، ونركز في كلمة باي دي عشان هنرجع لها. وبعدين قال لي specify يعني ايه develop low pass RC filter، يعني عرف لي ثلاث حاجات: الكريتيكال فريكونسي اللي هي الاف سي او الكت اوف فريكونسي، والار والسي. هو ده معنى كلمة ان انت تديفلوب ار سي فلتر عموما، اي واحد سواء الهاي او اللو. طيب وبعد كده سألني قال لي وهات لي الاتنويشن بتاعت 400 هرتز انبوت سيجنال. يقدر يقول لي لو ما كانش قال لي لو باس ار سي فلتر هعرف منين نوع الفلتر اللي هو عايزه؟ الاول منا بتسأل جبنا منين ال 0.7. بصي يا منا، زي ما محمد بيقول لك كده، انا كنت بسال بقول حد عارف الجين بتاع الكت اوف فريكوانسي اللي هي الاف سي بكام؟ فلو احنا عوضنا في المعادله الجين اللي عند الفريكوانسي قيمتها اف سي او اللي هي قيمتها كارنت كت اوف فريكوانسي، هنشيل كل اف ونحط بدلها اف سي بنعوض، فالاف سي على اف سي ب 1 واف سي على اف سي ب 1 يبقى 1 على روت 1 بلس 1 اللي هي روت 2، 1 على روت 2 لو حسبتيها على الكالكوليتر هيجي لك 0.707. تمام، يا رب تكون وضحت كده. طيب اوكي، حد يقدر يقول لي هعرف منين نوع الفلتر؟ لا عفوا حبيبتي، حد يقدر يقول لي هعرف منين نوع الفلتر لو هو ما كانش قايل لي، لو هو ما قاليش لو باس ار سي فلتر كنت هعرف منين نوعه؟ هاي باشمهندسين، حلوة قوي. احمد خالد بيقول هنبص على النويز. طب هبص على النويز يعني اعمل ايه؟ برضو هلاقي الدين سيجنال فريكونسي، هبص على سيجنال فريكونسي. المعاز هبص على النويز والسيجنال، منا 0.5 اتنويت. طب يعني حد يقولها بوضوح اكتر، يعني حد يوضحها اكتر، يعني هبص على الفريكونسي بتاعت النويز
يعني هبص عليها فا بقى لما الاقي ايه هعمل ايه؟ بالظبط بالظبط، هشوف مين الاكبر محمد. طيب طيب معاذ، هتشك ان الفلتر نويز الغى من سيجنال. لو هو كان جاب لك السؤال وقف عند الحته دي ما قالكش هات الاتنويشن بتاع ال 400 هرتز انبوت سيجنال، لو هو كان وقف لحد هنا قال لك سبيسيفاي الكريتيكال فريكونسي وهات الفاليو بتاعت الار وي سي، يعني ما قاليش ان في سيجنال معينه. بالظبط كده يا احمد صح. انا في من الاخر بشوف النويز، لو لقيت القيمه بتاعتها كبيره كنت الفريكوانسي بتاعت النويز كبيره، هنا زي ما احنا شايفين 0.5 ميجا هرتز، ميجا هرتز دي يعني فريكوانسي عاليه، فلاحظت ان النويز فريكوانسي عاليه وبالتالي انا كده عايز اعمل اتنويشن للحاجات اللي الفريكوانسي بتاعتها عاليه، يبقى انا عايز اعدي الفريكوانسيز القليله، يبقى انا كده عايز اللو مين اللو باس فلتر. خلاص، يبقى حتى لو ما كانش جاب لك وقال لك ان انت عايز تشيك الاتنويشن بتاع السيجنال اللي هي 400 هرتز، انت وانس شفت ان النويز قيمه الفريكونسي بتاعتها او الهرتز بتاعتها عاليه، يبقى انا على طول هستعمل اللو باس. تمام. طيب ففعلا زي ما انتوا قلتوا كده، هنبتدي بقى نحل المساله. اول حاجه بنعملها احنا عندنا القانون بتاع الجين ولا الاتنويشن، عندنا قانون الجين، هو مديني في المسألة ان النويز اتنويتد باي 97%، يبقى الجيم بكام؟ الجيم بكام يا باشمهندسين؟ الجيم بتاع النويز ده عايزاه يبقى بكام؟ بالظبط يا احمد، برافو. بالظبط محمد، منا واحمد، منا يعني لا هي مش 0.3، احمد مظبوط، نور بالظبط مظبوط فعلا. بصي يا منا، هو 0.03. طب ليه؟ تعالي نشوف هو يعني ايه جين. جين يعني النسبه اللي هتعدي بيها النويز دي. طب انا بقول لك انا عايز ان هي ما تعديش او تصغر او تتقطع بنسبه 97%، يبقى انا عايز الجين بتاعها او ان هي تعدي بنسبه قد ايه؟ بنسبه 3%، 3% اللي هي 0.03. فعلا زي ما انتوا قلتوا كده، اولا الاتنويشن نسبته 97% اللي هي 0.97، يبقى الجين هو ال1 ماينس الاتنويشن اللي هو 3% او 0.03. طيب كده انا جبت الجين والنويز، بما ان هي كبيره هستخدم اللو باس فلتر ده اللي احنا قلناه، يبقى هعوض في المعادله بتاعت الجين معايا الاوتبوت او الجين يعني اللي هو الناتج في اوت على في ان، ومعايا الاف بتاعتي اللي هي 0.5 ميجا هرتز، 0.5 10 باور 6 دي الاف بتاعتي او الفريكونسي بتاعتي، فاضل الاف بي هعوض في المعادله، يعني اعمل بقى طبعا سكوير لبوث سايدز واودي دي الناحيه الثانيه وهكذا، هيجي لي ان الكريتيكال فريكونسي او الكت اوف فريكونسي بتساوي 15 كيلو هرتز. طيب جبت الاف سي، انا عارفه ان الاف سي بتساوي 1 على 2 باي ار سي، يبقى الار في السي بتساوي 1 على 2 باي اف سي بتساوي 1.06 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. كده معايا الار في السي، بس انا عايزه اجيب دي وعايزه اجيب دي، هعمل ايه؟ افترض واحده فيهم واجيب الثانيه. طب تفتكروا افترض انهي واحده؟ الار ولا السي؟ تفتكروا افترض مين يا باشمهندسين؟ ميشيل افترض الار، حازم افتقد السي، احمد السي، عبد الرحمن السي. طب اللي بيقول السي يقول ليه واللي بيقول الار يقول ليه؟ هديره منا سي سي. طب حد يقول ليه؟ اشمعنى السي؟ ليه افترض السي؟ بالظبط يا احمد مظبوط، سينس ان هي ات هاز لو فرايتي في السوق. السي في السوق عامه الكاباسترز ليها قيم عاده شويه محدوده او مش كتير، لكن الار يعني ما شاء الله قيمها كتير ومتوسعه. وفي سبب تاني، في سبب تاني مظبوط يا منى عشان القيم بتاعتها معروفه اكتر. حازم بصي هي مالهاش علاقه، ايه علاقه ان من مايكرو بيكو بالموضوع؟ مالهاش علاقه، ده رينج مالهاش علاقه. اوكي احنا بنتكلم عن اشمعنى بنفترض السي الاول، هقول لكم ليه. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن حاجه بنقدر من خلالها نجيب كام ار كتير مختلفه، تشتري كده من عند الراجل حاجه تقعد تغيرها فتجيب لك قيم ار مختلفه، تجيب لك 1.5 كيلو، تجيب لك 1.6 كيلو، 1.7 كيلو.
بالظبط احمد ومنا، بوتنشيوميتر. اتكلمنا المره اللي فاتت ان البوتنشيوميتر ده بيقدر يجيب لنا، بالظبط يا يوسف، بيقدر يجيب لنا ريزيستنس قيمها مختلفه، وبالتالي انا اقدر اجيب قيم ار مختلفه، فمش شرط ان انا افترضها. لكن السي انا ما عنديش جهاز بيغير قيم السي، انا عندي سي من السوق كده بشتريها خلاص قيمها ثابته مش متغيره. يبقى بالتالي فعلا بنفترض السي الاول ومنها بنحسب الار. اللي هنعمله هنفترض السي عندنا، هنفترض السي بس اهم حاجه تكون وزين الرينج، محدش يفترضها بره البراكتيكال رينج. فهنفترض السي بتاعتنا ب 0.01 مايكرو فراد، ده افتراض ان احنا هنفترضها بالرقم ده يعني. وبعد كده نحسب الار. طب هل لازم 0.01 مايكرو فراد؟ لا، ممكن تفترضها اي حاجه، ممكن تفترضها 0.05، ممكن تفترضها 0.1، اهم حاجه تكون within الرينج بتاعك. طيب ممكن الدكتور في الامتحان يجيب لكم في الشيت يعني ورقه الاسئله نفسها، يقول لكم لو انت عندك كاباسيتنس استخدم كاباسيتنس بالقيمه كذا، او ممكن ما يجيبلكش، وفي الحاله دي هتبقى براحتك، اهم حاجه تبقى within الرينج بتاعك. طيب فالار كده لما احسبها بقى، انا عارفه ان الار سي بتساوي من السلايد اللي قبل دي كانت بتساوي 1.06 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. معايا قيمه السي اقدر اجيب قيمه الار، طلعت بتساوي 1.06 كيلو اوم. اقدر اجيب ازاي القيمه دي؟ باستخدام البوتنشيومتر. في من السكشن اللي قبلكم قالوا لي ان الدكتور قال لكم لا قربوها للقيمه الستاندرد اللي هي مثلا 1 كيلو. ممكن تعملوا كده فعلا، بس لو عملتوا كده يبقى في الحاله دي ما دام غيرتوا في القيمه اللي ناتجه من الحسابات لازم ترجعوا تحسبوا الاف سي تاني. يعني وانس انت غيرت في قيمه الار سي دي، بقى الضرب بينهم عمره ما هيطلع نفس الرقم اللي انت كنت حاسبه اللي هو 15، اكيد هيطلع فيه اختلاف. فلو انت غيرت في واحده منهم عن اللي في الحسابات او على الورق، يبقى لازم تحسب تاني الاف سي، القيمه الجديده بقى بعد ما انت حسبت الار بتاعتك او اشتريت الار بتاعتك، وهي دي اللي تكون مستخدمها لو سالك اي سؤال ريليتد بالكلام. فهو هنا انا استخدمت نفس القيمه دي خلاص كده، القيم معايا دي ثابته. فهو بيقول لي ايه بقى، عايز بقى الاتنويشن بتاع ال 400 هرتز سيجنال اعمله ازاي؟ احنا عارفين ان الاتنويشن هو 1 ماينس الجين، يبقى ببساطه هحسب الجين وبعد كده اعمل 1 ماينس فاجيب الاتنويشن بتاعها. الجين بتاعي هو 1 على 1 بلس الاف على الاف سي، الاف بتاعتي هي 400 هرتز اللي انا عايز اجيب الاتنويشن بتاعها، والاف سي احنا حسبناها ب 15000، هتطلع النتيجة 0.9996 اللي هي 99.96%. شايفين قد ايه الجين كبير؟ تقريبا انا عديت شبه تقريبا ال 400 هرتز كلها، يعني خلاص كان حاجة بسيطة قوي اللي ضاعت منها. يبقى الاتنويشن هو 1 ماينس الكلام ده او الجين ده، هيطلع لي 0.0004 اللي هي 0.04%، حاجة بسيطة قوي اللي عملت اتنويشن منها. شايفين قد ايه الاتنويشن بتاع السيجنال الصغيره كان قليل عشان انا في اللو باس، وبتاع السيجنال الكبيره اللي هي كانت 50 0.5 ميجا هرتز كان 97% كتير، لان انا في اللو باس. هو ده فكره اللو باس، ان هو بيقطع الفريكونسيز العاليه والفريكونسيز القليله بيعديها بنسبه كويسه. طيب عندنا سؤال تاني عن الهاي باس فلتر. اوكي نور الاول بتسال هيبقى مكتوب كام في المتاحه في سوق الامتحان. بصي ممكن يبقى كاتب لك في الامتحان، سوري انت نور ولد، معلش انا اسف، سوري. بصي يا نور ممكن يكون جايب لك، ممكن يكون جايب لك في الامتحان فعلا قيم سي معينه هي دي اللي تستخدمها وزير الامتحان، او ممكن ما يبقاش جايب لك، وفي الحاله دي انت عارف ممكن تكون حافظ رقم كده وتستخدمه، يعني مثلا تكون حافظ 0.01 مايكرو وتستخدمه، او ممكن يبقى جايب لك طبعا، دي على حسب الدكتور، فممكن تبقوا تسالوه في حاجه زي كده يعني. تمام طيب بعد كده تاني سؤال بيقول عندي هاي باس فلتر وبيدرايف ال 120 هرتز نويز داون تو 1%، سبيسيفاي ذا فلتر كريتيكال فريكوانسي وفاليوز اوف ار اند سي والاتنويشن بتاع 30 كيلو هرتز. حد عارف لو ما كانش قايل لي؟ اظن بقى خلاص عرفنا، لو ما كانش قايل لي ده لو باس ولا هاي باس كنت هعرف منين؟ اظن بقت سهله، اشوف قيمه النويز، لقيت ان هي حاجه صغيره 120 هرتز دي حاجه صغيره، فاعرف ان انا عايز اعمل اتنويشن لحاجه صغيره يبقى انا على طول الهاي باس. طيب يقول لي
الاتنويشن بتاع النويز بكام؟ الاتنويشن بتاع النويز بكام؟ في المسألة اللي فاتت كان 97% اسمها، الاتنويشن بتاعها بكام؟ علاء بيقول 0.01، نور بيقول 1%. طيب باشمهندسين، بسأل على الاتنويشن، النويز دي هتتقطع بنسبة كام في المية؟ أو هتقل أو هتصغر بنسبة كام؟ بالظبط، أيوه بالظبط يا نور، بالظبط يا أحمد، بالظبط يا مارك، تمام معاذ مظبوط. دلوقتي يا باشمهندسين خلوا بالكم بقى، فاكرين لما كنت قلت لكم بالظبط يا منة، فاكرين لما كنت قلت لكم خلوا بالكم من حروف الجر دي بتلخبط؟ تو وباي، إيه الفرق؟ الفرق ان 2 دي يعني انا بقول لك وصل لي النويز دي ل 1%، وصلها لي ل 1%، يبقى انا كده عايزه الجين او الحاجه اللي تعدي بيها هي ال 1%. انما المساله اللي فاتت كنت بقول لك اتنويتد باي 97%، هو ده الفرق بين الباي وال 2. طب لا انا واحده مش هقعد اركز في الامتحان، ببقى مستعجله ومش هقعد بقى اركز في 2 باي، انا يعني عايز طريقه تانية اعرف افرق بيها، مش معقول اقعد ابص على ال 2 والباي والاي والذا مش هخلص. فقال لي خلاص سهله قوي، انت شوفها بالمنطق. دلوقتي دي نويز، هل انا الطبيعي السيجنال عندي النويز عايز اخليها تعدي بنسبه كبيره ولا نسبه قليله؟ اكيد انا عايز اعمل اتنويشن عالي للنويز، عايز الجين بتاعي يكون يعني ضئيل جدا. انا لو عليا الصراحه الجين، وهقول لك الفرق يا احمد دلوقتي، نفسي الجين يكون 100%. يعني ايه جين ويعني ايه اتنويشن؟ جين معناها النسبه الاوتبوت على الانبوت، النسبه اللي السيجنال هتعدي بيها. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني دلوقتي لو انا داخل لي سيجنال قيمتها 1 فولت وطلعت 1 فولت، كده الجيم بيساوي كام؟ بيساوي 1 او 100%. بلاش فولت دخل 5 فولت خرج 10 فولت، كده الجيم بيساوي ايه؟ الجين يعني نسبه ال 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 المكسب او القيمه اللي الفي اوت على الفي ان، يعني القيمه اللي خرجت بالنسبه للي دخل، هي اللي خرج بالنسبه للي دخل، نسبه يعني ده على ده. فلو انا دخل لي 5 فولت وخرج 10 فولت يبقى الجين 200%. يا سلام، ده كده حصل يعني امبليفيكيشن، حصل حاجه حلوه. او 2 ال 10 على 5 ب 2. طب لو انا كان داخل لي 10 وخرج 5 يبقى ايه اللي حصل؟ حصل اتنويشن، صغرت السيجنال، صغرت بعد ما كانت كبيره كده 10 خرجت 5، يبقى في 5 اعتبروهم كانهم ايه؟ اشخاص، وكان الفلتر ده بوابه. انا بقول لك البوابه دي في 10 اشخاص عايزين يدخلوا الفي ان ب 10، خرج 5 بس، يبقى في حصل ايه؟ في 5 ماتوا جوه او تاهوا، يبقى دول حصل لهم اتنويشن. كده دي معنى كلمه اتنويشن، في 5 تاهوا او ما خلاص ما بقوش موجودين، وخمسه بس اللي عدوا، اللي عدى ده هو الجين، واللي اتقطع ده او اللي ما بقاش موجود هو ده الاتنويشن. تمام كده يا احمد؟ يا رب تكون وضحت. طب العلاقه بينهم ايه؟ العلاقه بينهم ان هما الاثنين مجموعهم بيساوي 100% او 1. ليه؟ لو انا بقول لك 10 التوتال 10، 5 خرجوا، يبقى اكيد اللي راحوا او يعني ماتوا في النص دول 5، هو 10 ناقص 5. يبقى دايما العلاقه ما بين الجين والاتنويشن ان الجين بلس الاتنويشن ب 1 او 100%. تمام؟ طيب فهنا انا بقول لك انت ركز كده شوف النويز، انا عايز اكيد الاتنويشن او النسبه اللي تضيع تكون النويز كبيره. يا سلام انا مش عايزها اصلا، انا لو عليا عايز النويز تكون في النص كلها، مش عايزه تطلع بره خالص، مش عايزه تعدي. انما السيجنال بتاعتي او اللي انا عايزاه عايز يبقى الجيم بتاعه كبير، انا عايز يبقى الجيم بتاعه 100%، عايز كل السيجنال تعدي. تمام؟ يبقى النويز دايما بنكون عايزين الجيم بتاعها صغير، يعني بنكون عايزين اتنويشن كبير، والعلاقه بينهم انفرسلي يعني. والسيجنال بتاعتي اللي انا عايزاها بيكون الجيم بتاعها عايزاه كبير، والاتنويشن بيبقى عايزاه صغير. النويز العكس، اتنويشن كبير وجين صغير. طيب هنا نفس الخطوه اللي فاتت، خلاص احنا كده عرفنا ان الجين هنا 1% اللي هي 0.01، وبما ان النويز دي هرتز قليله فانا كده هستخدم الهاي باس فلتر، والجين معايا الايكويشن بتاعته هعوض بالاف بتاعتي اللي هي 120، يتبقى لي الاف سي، هعوض في المساله لقيت ان هي بتساوي 12 كيلو هرتز.
برضو نفس الكلام، هفترض قيم للسي، فهفترض ان هي 0.01 مايكرو فراد، اعوض واجيب الار من المعادله اللي هي 1 على 2 باي سي في الاف سي، طلع لي 1.33 كيلو اوم. اقدر اجيب الكلام ده بالبوتنشيومتر، وبعد كده عشان اجيب الاتنويشن او الجين بتاع 30 كيلو هرتز سيجنال، اعوض في الجين في المعادله ب 30، هي 30 كيلو 12 كيلو كيلو، فبقت 30 على 12 و30 على 12 فوق وتحت، فطلع لي 0.93 اللي هو 93%. يبقى كده ال 30 كيلو هرتز هيحصل لها جين هتعدي بنسبة 93%، يبقى نسبة الحاجات اللي ما عدتش قد ايه؟ 7%، اللي هو 1 minus ال 0.93 هي 0.07 اللي هي بتساوي 7%. لازم الجين بلس الاتنويشن يساوي 1 او 100%. تمام كده؟ طيب في اي حد مش فاهم حاجة لحد هنا يا باشمهندسين؟ في حد متلخبط لأي حاجة لحد هنا؟ في أي حاجة يعني؟ تمام، طيب نكمل. كده احنا خدنا أول نوعين، اللو باس والهاي باس. النوع الثالث بقى هو الباند باس. الباند باس فلتر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ميكس بين اللو باس والهاي باس. هو عبارة عن لو باس يلي هاي باس، تمام؟ طيب فبيبقى منظره عامل إزاي؟ قال لي ده منظر اللو باس. أهو لو مش ده كان لو باس ولا ده كان لو باس؟ انهي واحد فيهم لو باس يا باشمهندسين؟ ده ولا ده اللي موافق على انه ده يعني يكتب او يعمل ريز هاند؟ اول واحد ده هو ده اللو باس. طيب الموافق ان هو يبقى التاني واحد اللي هو عند الاف سي 1 هنا. باشمهندسين معايا؟ ال FC1 دي اللو باس ولا الهاي باس؟ بالظبط يا منى، ال FC1 الرايت سايد. بالظبط بالظبط يا محمد، الرايت سايد هو فعلا اللو باس، لان احنا عارفين ان اللو باس بيبقى الجين عند الفريكونسيز القليله تقريبا 1، وكل ما بيزيد الايه الجين بيقل. والناحيه الثانيه هي الهاي باس، باديه بجين قليل وبتبتدي تزيد. لو انا عملت ميكس للرسمتين دول هيطلع لي الكيرف اللي هنا ده، هو ده الباند باس، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الجيم بتبقى كبيره في باند معين، حته معينه اللي هي مثلا ما بين التو كات اوف فريكونسيز دي، وقبل الفريكونسي دي بيبقى اتنويت يعني اتنويشن كبير او جين قليله، وبعدها بيبقى جين قليله. وزي ما انتوا قلتوا الاف سي 1 هي الفريكونسي بتاعت اللو باس فلتر، والاف سي 2 هي الفريكونسي بتاعت الهاي باس فلتر. خلوا بالكم من حاجه، ان ساعات بيجيب لك يقول لك ان الاف سي 1 دي هي الاف هاي. طب ليه الاف هاي مش دي بتاعت اللو باس؟ قال لي انا بسميها هاي بيزد على ان هي القيمه الكبيره، مش احنا هنا الاف سي 1 اكبر من الاف سي 2، فساعات بيسمي دي اف هاي ودي اف لو. فخليكم ما تتلخبطوش، اعرفوا ان الاف سي 1 هي الاف هاي، هي الاف بتاعت اللو باس، والاف سي 2 هي الاف لو، هي الاف بتاعت الهاي باس اللي هي بتساوي 1 على 2 باي ار 2 في سي 2، والاف سي 1 هي 1 على 2 باي ار 1 في سي 1. يبقى وليه بسميها 1؟ بسميها 1 عشان الاول عملنا انوتيشن للوباس الاول، فسمينا الار والسي 1، وبالتالي الاف سي 1 او اف سي 1 يعني. الهاي باس فلتر استخدمنا الانوتيشن 2 على اساس ده اللي جه بعد كده. تمام، طيب خليكم عارفين الانوتيشنز دي. طيب ايه لازمة بقى البفر اللي في النص ده؟ ايه لازمة البفر ده؟ ليه انا حطيته؟ بيعمل ايه البفر يا باشمهندسين؟ البفر بيعمل ايه؟ حد يقول لي كده البفر بيعمل ايه؟ ايه البفر؟ ايه لازمته؟ بالظبط بالظبط، علاء الدين بالظبط، ومارك بالظبط، ونور بالظبط بالظبط يا منى. هي الفكرة فعلا ايه؟ عشان فعلا الفكره انه هنا انا بمنع اللودنج افكت. يعني ايه لودنج افكت؟ لودنج افكت يعني بمنع ان في كارنت يعدي من هنا، انا مش عايزه اي كارنت يعدي من من اللو باس للهاي باس، وهنشوف ليه مش عايزه اي كارنت يعدي. او ان انا من الاول بقى خلاص اسيوم نو لودنج، يعني انا المنظر ده انا خلاص افترض ان مفيش لودنج افكت، افترض ان كل واحد فيهم منفصل بذات. طيب
في ترم الاول عايزين نكون عارفينه قبل ما نعرف الجين بتاعه الباند باس فلتر، هو الريزيستنس ريشيو. ايه الترم ده؟ الترم ده عباره عن الريشيو ما بين الهاي باس فلتر اللي هي ريزيستنس R2 على R1 الريزيستنس بتاعه اللو باس فلتر، ده على ده. وهو مهم جدا في حاله ان انت هتاخد في اعتبارك اللودنج افكت. يعني انت لو اعتبرت اللودنج افكت معاك في المساله او في السؤال، خلاص يبقى انت في الحاله دي لازم هيكون معاك الار سمول ده داخل في حساباتك. طيب تعالوا نشوف بقى الجين بتاع الباند باس فلتر بيكون عامل ازاي. قال لي عندك تو كيسز، قلنا اول كيس لو احنا هنعمل نجلكت للودنج افكت او استخدمنا بافر. في الحاله دي انا كده فصلت الدايرتين عن بعض، ففي الحاله دي ممكن اقول ان الجين النهائي من الباند باس بيساوي الجين بتاع اول لو باس فلتر مضروب في الجين بتاع تاني باس فلتر. انا اقدر استخدم امتى القانون ده؟ لو انا افترضت لودنج افكت. طب تاني قانون، لو انا بقى اخدت معايا لودنج افكت في الاعتبار، يبقى هستخدم القانون المجعص ده اللي هو القانون الكبير ده اللي هو بيساوي اف سي 1، وزي ما قلنا الاف سي 1 دي بتاعت اللو باس فلتر مضروبه في الاف اللي هي الفريكوانسي بتاعت السيجنال بتاعتي، والاف سي 2 هي بتاعت الهاي باس فلتر، وهو الار سمول اهو اللي قلت لكم هيدخل في الحسابات، ده اللي هو الريشيو ما بين الار بتاعت الهاي باس فلتر على الار بتاعت اللو باس فلتر. طيب في بس ملحوظه تاخدوا بالكم منها، ان الار دي لو صغيره قوي، وصغيره قوي دي يعني قرب الزيرو، يعني تقريبا قريبه قوي من الزيرو، لو انتوا عوضتوا زيرو في المعادله انتوا فكيتوها هتلاقوا اللي ناتج منها من المعادله دي بيساوي تقريبا المعادله دي، يبقى هتلاقوا ان 1 و2 هيبقوا ايكوالي تقريبا ذا سيم او البي 2 كلوز لو الار سمول دي قريبه من الزيرو. تمام، 2 سمول يعني قريبه من الزيرو، 0.1 0.01 0.02 وهكذا. لا خلاص، ما دام الدكتور قال لكم مش حفظ خلاص يبقى مش حفظ. انا ما اظنش ان هو حفظ، ممكن برضو تسالوه دايركت تاني، بس انا اظن ان هو يا اما هيجيبه لكم يا اما هيقول لكم ان الار صغيره، فانتوا تقولوا له خلاص بما ان الار صغيره يبقى ممكن نعتبر ان الجين هو اللي من الايكويشن الاولانيه دي. تمام. طيب منا اخر حته تاني. اوكي طيب منا، احنا كنا بنقول دلوقتي احنا عايزين نحسب الجين بتاع الار سي فلتر. عندنا طريقتين، اول طريقه هي ان انت تعتبري ان في بافر، فكده الدايرتين دول مفصولين عن بعض مفيش كارنت بيعدي، فكانهم تو يعني خلاص الفولت واحد بس مفيش كارنت بيعدي، الفولت اللي خارج من اللو باس هو اللي داخل للهاي باس، بما ان في فولتج فولوور او اللي هو البافر بيخلي الفولت على الناحيه اللي داخله هو الناحيه اللي خارجه وخلاص. وتقولي يبقى الجين النهائي هو الجين بتاع اللو باس فلتر مضروب في الجين بتاع الهاي باس فلتر. واضحه دي؟ مفروض يعني ان شاء الله تكون واضحه. طب لو انا لا اعتبرت ان في يعني كارنت معدي خدت معايا في الاعتبار، يبقى في الحاله دي ما ينفعش استخدم القانون ده، ما ينفعش استخدم ان الجين لو باس مضروب في الجين بتاع الهاي باس. ليه؟ لان لو في كارنت عدى المعادله ما بقتش مظبوطه، احنا المعادله اللي احنا مستخدمينها اللي هي 1 على مش عارفه 1 روت 1 بلس اف على اف سي، دي بيزد على ان ما فيش كار، يعني ان الكارنت اللي في الار في اللو باس مثلا الكارنت اللي في الار هو اللي في السي، مفيش لودنج افكت، مفيش كارنت خارج بره. لكن لو انت خرجتي كارنت بره ما بقتش المعادله دي متحققه، تستخدمي القانون ده على طول، لازم تستخدمي بقى القانون ده اللي هو الكبير المجعلص، وتاخدي معاكي الار في الحسابات، الار سمول دي في الحسابات. خلاص، فاحنا بنستخدم القانون ده اصلا القانون الاساسي، بس احنا بنتحايل على الموقف وبنقول لو الار دي صغيره قوي، اثبتنا يعني ان لو هي صغيره قوي الناتج من المعادله دي تقريبا هيساوي الناتج ده، فعشان كده بنقول ان هي لو صغيره قوي نقدر نجيب الجين بالمعادله دي على طول، اللي هي طبعا سهل ان انتوا تكونوا حافظينها او المفروض تكونوا حافظينها يعني. تمام يا منى كده، ولا في حاجه تاني؟ يعني يا ريت تطمنيني الدنيا. تمام تمام اوكي حلو قوي ماشي. طيب بعد كده رابع نوع بقى اسمه باند ريجكت، هو يعني نوع كده مش عليه مسائل يعني، بس احنا ايه بنشوفه كده يعني تكونوا عارفين نوعه بس فقط. هو عكس الباند باس، الباند باس بتعدي رينج او باند كده معين من الفريكونسيز وما بتعديش الباقي، هنا العكس، هنا جزء معين بتعمله ريجكت وبتعدي الباقي كله. خلاص، والرسمه بتاعتكم بتكون بالمنظر ده، يعني خليكم بس عارفينها، يعني هي مش عليكم يعني بس خليكم عارفين. طيب بعد كده جاب لي سؤال بيقول لي التليفون لاين ويل بي يوزد
carry measurement data as a frequency modulated signal from 5 to 6 kilohertz. The line is shared with voice data below 500 hertz and switching noise occurs above 500 kilohertz. Design a bandpass RC filter that reduces the voice by 80% and the noise by 90%. Use a resistance ratio, اللي هي الR بتساوي 0.02. What is the effect on the passband frequencies؟ يعني إيه بقى السؤال ده بيقول إيه؟ بيقول لي عندي خط تليفون، الخط ده بيشيل data, measurement data معينة أنا عايزها، الفريكونسي بتاعتها من 5 ل 6 كيلو هيرتز، تمام؟ بس اللاين ده فيه اثنين كده بيشاروا معايا أنا مش عايزاهم. في فويس تاني الفريكونسي بتاعته أقل من 500 هيرتز، وفي نويز أعلى من 500 كيلو هيرتز. فأنا عايز أعمل لهم attenuation، أنا مش عايز الحاجتين دول يظهروا. عايز أعمل attenuation للفويس بنسبة 80% وأعمل attenuation للنويز بنسبة 90%. والresistance ratio بتاعتي هي 0.02. وبعد كده فأعمل لي بقى الباند باس RC filter ده، وبعد كده قال لي وهات لي الإفكت على الباس باند frequencies دي هتبقى إيه. طيب أولاً هي دي عاملة زي إيه؟ يعني لما تتكلموا في التليفون ساعات بيحصل ان انتوا تلاقوا في صوت تاني دخل معاكوا كده، حصلت اكيد معاكوا قبل كده، تكون بتتكلموا فجاه تلاقي واحده بتكلم جارتها بتقول لها حاجات كده غريبه في النص وانتوا بتتكلموا، وانت بتتكلم مثلا مع زميلك تلاقي واحده كده دخلت في السكه كده، دي كده هي دي الفويس اللي بنقول عليها. طب امال ايه النويز؟ النويز دي زي مثلا تلاقي في خشوره، يعني خشوله كده في الصوت، في عمل كده حاجات غريبه. حصل يا منى، اكيد يعني اكيد حصل معانا كلنا يعني. فهي دي بقى الفكره، ان هو ساعات اللاين بيبقى فيه فويسز كده بتدخل في النص، او ان يبقى فيه نويز صوت خشوله كده او حاجه كده مش واضحه، هي دي النويز. فانا ولا عايزه ده ولا عايزه ده، انا عايزه صوتي انا اللي يبقى بيور وواضح واللي قدامي يسمعني كويس. فهو ده اصلا استخدام الار سي فلتر. استخدام الار سي فلتر هو ان انا ببقى عايزه اعمل اتنويشن للنويزز اللي بتبقى في السيجنال، انا عايزه السيجنال بتاعتي تبقى واضحه وظاهره وكبيره، وبالتالي ببقى عايز اعمل attenuation او اصغر النويزز اللي حواليا او الحاجات اللي انا مش عايزاها. تمام؟ طيب فهنبتدي الاول. وطب سؤال تاني، ايه اللي عرفني ان ده باند باس؟ اشمعنى عرفت ان ده باند؟ ليه قلت ان ده باند؟ يعني ليه يعني هو ما كانش قال لي باند، هعرف منين ان ده باند؟ ليه مش لو؟ ليه مش هاي؟ اشمعنى باند؟ وليه مش باند ريجكت؟ يعني عرفت ان هو باند باس؟ حد يقدر يقول لي؟ بالظبط يا منى، لان هو بيعدي فريكونس محدده والباقي ما بيعدهوش. مارك بالظبط، ان هو بيعدي الجزء في النص الباقي يعدي منه، وفعلا بيجت ريد اوف بوث، ان هو مش عايز ولا الصغير قوي ولا الكبير قوي، هو عايز حاجه في النص. يبقى ده كده مين؟ ده كده الباند باس فلتر. طيب بما انه قال لي ديزاين، يبقى هو كده عايز ست حاجات. الباند باس عايز ست حاجات، عايز الاف سي 1 والار 1 والسي 1 بتوع اللو باس فلتر، وعايز الاف سي 2 والار 2 والسي 2 بتوع الهاي باس فلتر. تمام؟ طيب فهنمسك واحده واحده. هنمسك الاول النويز، النويز اللي هي 500 كيلو هرتز. حد يقول لي الجين بتاعها بكام؟ الجين بتاع النويز بكام؟ بالظبط يا علاء الدين، 10%. بالظبط يا نور، 10%. بصي علاء الدين، 10% مش 10، خلوا بالكم في فرق. 10% اللي هي 0.1 يا يوسف، لا 10% اللي هي 0.01، 10% اللي هي 0.0 سوري 10 اللي هي 0.1. مظبوط صح، مظبوط، هي 10 اللي هي 0.1 بالظبط. فخلوا بالكم ان احنا هنا عندنا 0.1، دي كده الجين. بالظبط، برافو عليكم كلكم. طيب يبقى كده الاتنويشن بتاع النويز 90% اللي هو 0.1 الجين، اللي هو 1 ماينس الاتنويشن. تمام؟ طيب كده انا عرفت الجين، معايا الجين ومعايا السيجنال بتاعتي، اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الاف سي. طب هنا هجيب الاف سي، تفتكروا اف سي 1 ولا اف سي 2؟ هجيب الاف سي 1 ولا الاف سي 2؟ ها رايكم ايه؟
الاف سي 1 حازم ومايكل، مظبوط. الاف سي 1 اللي هي اللو باس فلتر. طب اشمعنى ليه قلت ان هي اللو باس فلتر؟ برافو يا مارك. الاف سي 1 ليه؟ علشان انا هنا بقول لك ان انا عايز النويز دي قيمتها كبيره، يعني النويز دي 500 كيلو هرتز، يبقى انا عايز اعمل اتنويشن لحاجه كبيره، يبقى انا كده عايز مين؟ عايز استخدم اللو باس فلتر، وبالتالي هجيب الاف سي 1. يبقى انا هنا من المعادله اف سي 1 لقيت ان هي بتساوي تقريبا 50 كيلو هرتز، ابروكسيميتلي 50 كيلو هرتز. يبقى كده الار 1 في سي 1 بتساوي 1 على 2 باي اف سي 1 اللي هي بتساوي 3.18 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. طيب هعمل ايه؟ زي ما قلنا زي كل مره، هفترض السي واجيب الار. فعلا، بس قبل ما افترض السي واجيب الار، خلينا نمسك، احنا كده جبنا الار 1 في سي 1، خلينا نروح للفويس. خلينا الاول نروح للفويس. الفويس 500 هرتز، الجيم بتاعه كام؟ الجيم بتاعه 20% اللي هي 0.2، لان الاتنويشن بتاعه كان 80%. فبما ان هو صغير يبقى انا كده هستخدم الهاي باس فلتر. طيب معايا المعادله بتاعه الهاي باس فلتر، ومعايا قيمه الاف اللي هي 500 هرتز، ومعايا الناتج الجين اللي هو 0.2. هعوض، هجيب الاف سي دي بقى المره دي. الاف سي مين؟ اف سي 2 اللي هي بتاعه الهاي باس فلتر، طلعت ب 2.45 كيلو هرتز. يبقى ال R2 في C2 بتساوي 6.49 times 10 power negative 5. كده انا جبت ال R1 و C1 في C1 وال R2 في C2، فاضل اجيب ال R1 و C1 وال R2 و C2. هعمل ايه؟ هفترض اي C فيهم. فافترضت مثلا ال C2، بديت بال C2 بتاعت الهاي باس. افترضت ان ال C2 هي 0.05 مايكرو فاراد، افترضت كده، وحسبت ال R2 فطلع لي 1300 اوم اللي هي 1.3 كيلو اوم تقريبا، يعني طلع لي تقريبا ابروكسيميتلي 1300 اوم. طيب بعد كده هعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ كده انا معايا الار 2 والسي 2، فاضل الار 1 والسي 1. هعمل ايه بقى؟ اعمل ايه يا باشمهندسين؟ محمد الار سمول، هدير ممكن تاني ليه جيم ب 0.2 على الدين اف سي؟ مش فاهمه الاف سي ومنا اف سي ايه، هعمل ايه في الاف سي؟ انا حسبت معايا الاف سي 1 ومعايا الاف سي 2 ومعايا الار 2 والسي 2، فاضل الار 1 والسي 1، اجيبهم منين؟ ما انا معايا الار 1 في سي 1 الاثنين مع بعض معايا، اجيب بقى منين كل واحده لوحدهم؟ بالظبط يا حازم، هستخدم الريزيستنس ريشيو. بالظبط يا محمد حسن، هستخدم فعلا الار سمول. بس الاول ارد على هدير. طيب ليه بتقولي يا هدير ليه الجين ب 20%؟ هو بيقول لي في المسألة عايز يأتنويت الفويس أو يريديوس الفويس بنسبة 80%، عايز 80% من الفويس ما يعديش، يبقى مين كام في المية هيعدي؟ 20% اللي هي الـ 0.2، 20 على 100 بـ 0.2 اللي هي 1 ماينس الـ 80% اللي هي 100 ناقص 80 اللي هي 20%، أو 1 ماينس الـ 0.8 اللي هي 0.2. تمام كده هدير؟ هدير تمام؟ تمام العفو. طيب زي ما حازم ومحمد قالوا، دلوقتي انا في الطبيعي كنت بفترض السي وبجيب منها الار، بس ليه ما عملتش كده في اللو باس؟ لان انا دلوقتي خلاص جبت قيمه الار 2، وانا عارف هو مديني في المساله ان الار سمول اللي هي بتساوي ار 2 على ار 1 ب 0.02، فما دام انا معايا ار 2 ومعايا ار سمول يبقى اقدر اجيب الار 1، هنلاقيها بتساوي 1300 على 0.02 طلعت ب 65 كيلو اوم. وبعد ما جبت الار 2، طب هجي لك يا منى دلوقتي، حاضر تمام، انت سبقتي ماشي تمام اوكي. هجيب السي 1 اللي هي هتطلع تقريبا 50 بيكو فراد. طيب انتوا سبقتوني، كنت هسالكم لسه اقول لكم هنعمل ايه بعد كده، وكنت متوقعه تقولوا لي هنجيب الجين، في حاجه قبل الجين هي ان احنا نعمل كالكوليشن، فانتوا سبقتوا فبرافو عليكم. فعلا علاء الدين ومنى هنحسب الاف سي بعد ما جبنا القيم دي. ليه بقى هنعمل كده؟ دلوقتي القيم دي خلاص احنا اشتريناها من عند الراجل، اشترينا كاباستر 0.05 واشترينا ريزيستنس 1300 اوم، او ظبطنا بوتنشيومتر على 1300 اوم. لو خدتوا بالكم الابروكسيميتلي دي معناها ايه؟ معناها ان الناتج اللي طلع من المعادله مش 1300، هو قيمه ثانيه. فما دام انا اشتريت 1300 يبقى كده الاف سي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتغيرت. يعني لو ضربنا ال 1300 في 0.05 هنلاقي ان هي بتساوي رقم غير اللي احنا مطلعينه من الاول. طب تعالوا كده نشوف،
هنلاقي ان احنا الاف سي 1 لما نضرب الار سي 1 اللي احنا خلاص بقى اشتريناها وظبطنا القيم بتاعتنا عليها، طلعت ب 48.97 كيلو هرتز، اللي احنا كنا حاسبينها كانت كام لو تفتكروا؟ كانت 50 كيلو هرتز. يبقى فعلا في هنا فرق. نفس الكلام في الاف سي 2 بتاعت الهاي باس فلتر، احنا كنا حاسبينها 2.45 كيلو هرتز، لكن لما عوضنا بالار 2 والسي 2 اللي احنا استقرينا عليهم لقينا ان هي طلعت ب 2.448 كيلو هرتز. كده انا خلاص معايا كل الحاجات، معايا الاف سي 1 والاف سي 2 والار 1 والار 2 والسي 1 والسي 2، كده انا خلصت الديزاين. بس هل السؤال خلص؟ لا، السؤال كان طالب بيقول لك احسب لي ايه اللي هيحصل او الافكت على الميد باس فريكوينسيز. حد يقدر يقول لي الاف هنا هتبقى بكام؟ حد يقدر يقول لي الاف بتاعتي هتبقى بكام؟ ايه يا باشمهندسين، الاف بتاعتي تبقى بكام؟ ايوه، ها الاف، علاء الدين 500، 500 دي اللي بتاعت ايه؟ حازم difference between اف سي 1 اف سي 2، يعني هعمل ده ماينس ده يعني؟ لا، الاف بتاعتي بصوا الديفرنس ما بين اف سي 1 واف سي 2 ده الرينج بتاعي، يعني ده الرينج اللي انا بلعب فيه من الشكل، لكن هو اصلا مديك رقم، هو مديك رقم في السؤال، وهي مش 500 يا علاء الدين، لا 500 دي بتاعت النويز او الفويس، 500 دي بتاعت الفويس طارق بالظبط. انا السيجنال بتاعتي ما بين 5 كيلو ل 6 كيلو، يبقى لو انا عايزه اشوف التاثير على الباس باند هختار اي رقم ما بين الاثنين دول، هتختار 5.1، تختار 5.2، تختار 5.3، انا اخترت الافريج، فالافريج بينهم هو مين؟ هو 5.5. فعشان كده الاف بتاعتي او السيجنال بتاعتي اللي انا عايز ادرسها، انا عايز ادرس التاثير بتاع الجين على الباس باند. طب الباس باند ده اللي هو من فين لفين؟ من 5 كيلو ل 6 كيلو، هو قال لي كده في السؤال، يبقى انا بالتالي هختار مين؟ هختار اللي في النص، 5.5 كيلو، 5.5 كيلو، تمام؟ مظبوط يا علاء الدين، صح 5.5 كيلو. ففعلا ده الميد باس باند بتاعي، فهعوض في المعادله هلاقي طب اعوض في انهي معادله، بتاعت 1 ولا 2؟ اعوض في انهي واحده؟ اعوض في الصغيره اللي هي كانت الجين لو باس في الهاي باس، ولا اعوض في المعادله المجعلصه دي كبيره؟ طيب ماشي يا منى، بصي دلوقتي انا بقول لك، انا السؤال كان بيقول لك ايه تاثير اللي هيحصل او الجين بتاع الباس باند فريكوينسيز، ايه التاثير اللي هيحصل على الباس باند فريكوينسيز، هل هتعدي بنسبه قد ايه؟ فانا دلوقتي الباس باند فريكوينسيز دي رينج، مش رقم واحد، ده رينج معين. طب ايه الرينج بتاعي؟ الرينج بتاعي من 5 كيلو ل 6 كيلو، هو قال لي كده في السؤال، هو قال لي انا عايز اعدي من 5 كيلو ل 6 كيلو. تمام يا نور، صح، بس خلينا نكمل الاول لمنى. فدلوقتي انا بقول لك من 5 كيلو ل 6 كيلو، يبقى بالتالي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه انت عايزه تشوفي التاثير على اي واحده في النص، هو كل ده الرينج بتاعك، فانت عايزه تشوفي التاثير على اي واحده في النص، وبالتالي انا هجرب عند الخمسه ونص. تمام، انا هجرب عند الخمسه ونص، اخترت الافريج يعني القيمه اللي في النص، عايزه انت تختاري تجربي عند ال 5.1، عايزه تجربي عند ال 5.2، 5.3، 5.4، مش هتفرق، المهم تجربي القيمه اللي هو من 5 كيلو ل 6 كيلو. عايزه تجربي عند ال 5 كيلو ذات نفسها، عند ال 6 كيلو ذات نفسها، برضه اتس اوكي، بس انا بحب اجرب الافريج على اساس ده اللي هو يعني الافريج يعني، او الحاجه الافريج القيم يعني، فاهم قصدي؟ هما كلهم هيطلعوا وزن او حوالين الرقم اللي هيطلع من الافريج. تمام العفو. تمام يا نور، زي ما انت قلت فعلا هنختار القانون الصغير عشان الار صغيره، هو احنا في الطبيعي الجين المفروض نجيبه من المعادله المجعلصه، بس بما ان انا قلت ان الار لو صغيره بيبقوا الاثنين تقريبا ذا سيم، فممكن خلاص انجز نفسي واستخدم القانون الصغير اللي هو الجين بتاع اللو باس والجين بتاع الهاي باس. تعالوا كده نجرب نحسبها من المعادلتين ونشوف هيطلعوا قد بعض ولا لا. فهنجرب فعلا نحسبها من القانون المجعلص، هيطلع لي الجين
بيساوي 0.89%، يعني كده حصل اتنويشن بنسبة 11%. الميد باس باند ده هيعدي بنسبة 89% وهيتقطع او هيتضيع منه 11%. طب لو جربت تحلها بالقانون الصغير اللي هو القانون الاولاني اللي هو بتاع اللو باس مضروب في الهاي باس، هيطلع كام؟ هيطلع 0.9. زي ما احنا شايفين هم almost the same علشان الار الصغيرة. اهو كده بالدليل والبرهان اثبتنا ان لو الار صغيرة الاثنين دول هيطلعوا تقريبا قد بعض. تمام؟ طيب في حد مش فاهم لحد هنا؟ في حد عنده مشكلة في اللي فات؟ في حد عنده مشكلة في الار سي فلترز؟ طيب احنا لحد هنا كل اللي فات ده كان اسمهم باسيف سيركتس، اللي هي الدوائر اللي مش بتعمل اي نوع من انواع الامبليفيكيشن. اكبر حاجه، اكبر جين هو 1، عمرك ما هتلاقي جين اكبر من كده. طيب اكيد بقى عايزين حاجه تكبر، احنا عايزين نصغر النويز، يبقى اكيد عايزين حاجه تكبر السيجنال بتاعتي الحلوه اللي انا عايزه تعدي، او عامه لو عايزه اكبر اي حاجه استخدم الاكتف سيركتس اللي هم الاوب امبس. الاوب امبس اسمهم او الجين بتاعهم اكبر. طيب اول نوع عندي هو على فكره اكبر من او بيساوي 1، يعني هي بتكبر او ممكن بتطلع نفس الحاجه. مين اللي بيطلع نفس الحاجه؟ اول نوع او ابسط نوع هو الفولتج فولور او البافر، اللي هو اللي احنا قلنا بنستخدمه عشان نخلي ما فيش كارنت يعدي ويبقى الفولت قبله هو الفولت بعده. هو ده بيستخدم عشان يبريفنت اللودنج افكت. بيبقى بالمنظر ده ال VN داخلة على الناحية البوستيف، الناحية النيجاتيف مرجعة كده فيد على الأوت، فال VOUT بيساوي ال VN. طيب تاني نوع عندي هو inverting amplifier. هو انتوا خدتوا ال op amps في أي مادة؟ خدتوا ال op amps قبل كده ولا لسه؟ حد كده يكتب لي خدتوه ولا لسه؟ لا. تمام، اوكي خلاص ماشي، تمام شكرا. طيب اوكي بس اكيد هتاخدها يعني. هو بقى الانفرتنج ده ليه اسمه انفرتنج؟ ليه اسمه انفرتنج؟ اسمه انفرتنج عشان انا في اشاره نيجاتيف بيطلع اشاره نيجاتيف. تمام، يعني انت لو عندك البي اوت هتلاقي العلاقه بينه وبين البي ان بالنيجاتيف، وبيكون بيساوي النيجاتيف الار 2 اللي هي الار دي على الار دي. طب الار 2 دي اسمها ايه؟ اسمها فيد ريزيستنس او فيد امبيدنس، دي اللي بتكون واصله من الفي اوت وراجعه عليه قبل الامبليفاير بتاعي. طيب مين دي الار 1 دي اسمها ايه؟ اسمها انبوت ريزيستنس او انبوت امبيدنس، لان هي دي اللي واصله بالانبوت. يبقى انا عندي هنا كده انبوت امبيدنس اللي هي الار 1 والفيد ريزيستنس هي ال R2، فال inverting بيبقى minus R2 على R1 في ال VN. تمام يا منى، هو اسمه كده عشان بيعكس بالظبط، لو انت بيبقى فيه اشاره نيجاتيف، لو انت VN positive هو بيطلع نيجاتيف، لو VN negative هو بيطلع positive. تمام، والشكل بتاعه زي ما احنا شايفين سهل، والاشاره النيجاتيف دي جت ان ال VN واصل بالناحيه النيجاتيف عشان كده في اشاره نيجاتيف. طيب اوكي، الاوب امب اللي بعد ثالث نوع هو السامينج امبليفاير. السامينج امبليفاير ده عباره عن كانه انفرتنج بس مش واحد بس، لا هو كذا واحد، هو بيعمل سمشن لكذا فولت بس كلهم عند نفس الناحيه، وبالتالي كلهم ليهم اشاره نيجاتيف. يعني هتلاقي ان هو فيه نيجاتيف، وبعد كده احنا قلنا الفيد على الانبوت، فده كده الفيد اللي هو ار2 على الانبوت اللي هو ار3 في الفي2، وعندي هنا الفي1 ار2 على ار1 في الفي1، ولو كان عندي V3 كان هيبقى R2 على R4 في ال V3 وهكذا. يبقى هو بيعمل سميشن بيجمع وكلهم واخدين اشاره نيجاتيف، عشان كده كلهم داخلين على الناحيه النيجاتيف والبلس برضو على الجراوند. طيب النوع اللي بعد كده هو النون انفرتنج، هو عكس انفرتنج، هو بيطلع نفس الاشاره، لو انت مدخل بوزيتيف بيطلع لك بوزيتيف، مدخل نيجاتيف بيطلع نيجاتيف. طيب ايه الشكل بتاعه؟ الشكل بتاعه ان ال VN داخله على الناحيه البوزيتيف، والناحيه الثانيه الفيد هي الريزيستنس ار2 وواصله بالريزيستنس ار1 ونازله على الجراوند. خلي بالكم 50 السلكه دي مش شاكه في دي، يعني دي سلكه اعتبروها فوقيها كده، يعني ممكن تعتبروا الشكل كده. لو انتوا بتتلخبطوا ممكن تعتبروه كده
عشان بس ما حدش يفتكر ان الار 1 دي واصله بالفي ان. ماشي طيب تمام حلو قوي. ده كده المنظر بتاعه، وبيكون الريليشن 1 بلس ار 2 على ار 1 في الفي ان. تمام طيب بعد كده الديفرنشال امبليفاير خامس نوع معانا، هو بيعمل سبتراكشن، ده عكس السامينج. وخلوا بالكم ديفرنشال مش ديفرنشيتور، ديفرنشال ده بيعمل سبتراكشن، فده بيكون بالعكس. انا في السبتراكشن كان كلهم على الناحيه النيجاتيف، طب يعني كلهم نفس الاشاره، هنا انا عايز اعمل سبتراكشن يعني عايزه واحده بالبوزيتيف واحده بالنيجاتيف، فهروح مدخله الفي 1 على النيجاتيف دي شبه الانفرتنج امبليفاير العادي ار 1 وار 2، وهدخل على البوزيتيف واحده زيها ار 1 وار 2 واصله بالجراوند كده، وهتبقى الريليشن ار 2 على ار 1 في في 2 ماينس في 1، كل واحده بشارتها، الفي 2 كانت داخله على البوزيتيف والفي 1 كانت داخله على النيجاتيف. بس خلوا بالكم من حاجه، لازم عشان القانون ده يبقى صح يكون الار 1 دي بتساوي الار 1 دي والار 2 دي بتساوي الار 2 دي، دي تاخدوا بالكم منها كويس قوي. سادس نوع معانا الانسترومنتيشن امبليفاير، ده مش هتلاقوه قوي بيجي عليه مسائل، بس هو يعني بس بوريكم شكله يعني، هو الديفرنشال، كل الفرق ان انت مدخل الفولتج على البافر، هو ده الفرق الوحيد. يبقى هو الديفرنشال بس انت مدخل الفولتج على بافر بقى، يعني مش مدخله على طول على الار 1، لا في بافر الاول وفولتج فولتج، والمعادله طبعا هي هي. طيب الديفرنشيتور بقى هو ده اللي بيعمل ديفرنشيشنج وديفرنشيتنج، واحنا اي حاجه فيها ديفرنشيشن بنستخدم مين؟ الكاباسيتنس. فعشان كده هتلاقوه شبه الانفرتنج، بس الانبوت امبيدنس بتاعه هو كاباسيتنس سي، و او ممكن تعتبروه شبه اللو باس فلتر السي تحت. تمام وهو بيطلع نيجاتيف ار سي في دي في ان على الدي تي. طب الانتجريتور العكس، هو شبه الهاي باس، السي هي الفيد ريزيستنس او الفيد كاباسيتنس يعني هي السي، والار هي الانبوت امبيدنس زي ما عندي، والمعادله بتبقى ماينس 1 على ار سي انتجريتنج الفي ان دي تي. دول كده الثمان انواع بتوع الاوب امبس اللي عندنا يعني. طيب المساله اللي بعد كده ثانيه واحده، تمام المسألة عندي بتقول لي show how op amps can be used to provide an amplifier with a gain of 100. ميشيل بيسأل هو لما ذاكر المفروض أعرف قوانين والسلك بتاع كل واحد ذاكر ايه بالظبط. اوكي بص، هو انا كان السكشن اللي قبليكوا قال لي انه الدكتور قال لهم او قال يعني انه انتوا بما ان انتوا ما خدتوهاش قبل كده فهو هيبقى مديها لكم. يعني انا رايي برضو طبعا اتاكدوا منه تاني، بس انا رايي خليكوا عارفينها، اديها لكم ما اديهالكوش ما تحتسوش، يعني انا ده رايي الصراحه. يعني انا لو مكانكم هعرفهم، هم اساسا سهلين يعني فعلا، انتوا لو بصيتوا عليهم تاني كده تلاقوهم سهلين، هم كلهم شبه بعض يعني، هم كلهم يعني ايه تقريبا شبه بعض، فحاولوا تكونوا عارفينهم وتكونوا عارفين القوانين بتاعتهم، اديها لكم الدكتور خير وبركه، ما ادهالكوش تبقى انتوا عارفينهم وما تحسوش في الامتحان يعني، ده وجهه نظري. بس برضو ممكن تتاكدوا منه لو هو هيديها لكم كده كده، وانتوا حاولوا تفهموهم يعني تبقوا فاهمين كده، ده انفرتنج يبقى الفي ان داخل على النيجاتيف عشان يطلع اشاره نيجاتيف، وانا دايما بعمل الفيد ريزيستنس على الانبوت ريزيستنس فيبقى ار 2 على ار 1. ده سامنج يبقى انا عندي كذا يعني كذا بدل ما فولت واحد بس اللي داخل في النيجاتيف عندي، لا ده في كذا واحد. النون انفرتنج لا ده كده نون، يبقى الفي ان داخل على الناحيه البوزيتيف، والار الانبوت امبيدنس بدل ما هي كانت واصله بالفي ان بقت واصله بالجراوند. انا مش عارفه ديفرنشال، يبقى في عندي بوزيتيف ونيجاتيف والاثنين لازم يكونوا الاراد زي بعض. عندي ديفرنشيتور يبقى انا عندي كاباسيتنس شبه اللو باس، وهكذا يعني. بصوا انتوا عرفوهم كده بعلامات هتلاقوهم بساط جدا يعني. تمام طيب نكمل. السؤال هنا كان بيقول لي ان عايز الجين يساوي بلس 100، زي ما احنا شايفين كده، احنا كنا قلنا في الار سي فلتر ان اقصى جين بتحتم توصل له هو 1، لا هنا في الاوب امب ما شاء الله عملنا جين 100. طيب وعايز قال لك الانبوت امبيدنس بتساوي 1.5 هي كيلو اوم، معلش يا باشمهندسين هي هنا مكتوبه غلط، هي 1.5 كيلو اوم،
show how this can be done using both inverting and non-inverting configurations. يعني مرة تعمل له الاوب امب اللي هيطلع لك جين بتساوي 100 باستخدام الانفيرتنج امبليفاير, ومرة باستخدام النون-انفيرتنج امبليفايرز. تمام. طيب حد يقول لي, حد يقول لي كده الجين بتاعي هيساوي كام؟ لو حد يقدر يرسمها, يعني لو حد يقدر كده يرسم المنظر او يتوقع يعني هيبقى الشكل عامل ازاي, يبقى حلو قوي. بس مبدئيا قولوا لي الجين هيبقى بكام, مش الجين بقى هيبقى بكام, ده سؤال يعني باين في المساله. قولوا لي الفي اوت هتساوي كام. احنا عاده يا باشمهندسين في المسائل زي كده بنبقى عايزين نجيب الفي اوت بتساوي, ده الهدف بتاعنا, نجيب في اوت بتساوي حاجه في الفي ان, ده بيبقى طبيعه المسائل دي. حد يقول لي الفي اوت هيساوي كام؟ الفي اوت هيساوي في ان مضروبه في حاجه, ولا مجموعه على حاجه, ولا مقسومه على حاجه, ولا ايه بالظبط؟ الفي اوت هيساوي كام؟ في اي بلس 100. احمد خالد بيقول ان هي هتساوي الانبوت فولت زائد 100. طب مين عنده راي تاني؟ طب معنى كده كلامك يا احمد ان انا دلوقتي لو داخل لي, محمد بيقول في 100, طب تعالوا نشوف مين الصح. هل معنى دلوقتي لو انا داخل لي فولت 10 خرج, لو انا الجيم بتاعي 100, هل انا عايزاه يبقى خارج, هل انا عايزاه يبقى خارج 110 ولا عايزاه يبقى خارج 1000؟ عايزاه يبقى خارج 1000. انا بقول لك عايز اكبر الانبوت 100 ضعف, عايز اكبر الانبوت 100 ضعف. الجين دي يا باشمهندسين هي في اوتبوت على في انبوت, يبقى لو الجين ب 100 يبقى الفي اوتبوت بيساوي 100 في الفي انبوت. يبقى محمد ونور مظبوط, اجابه صح. بس نور انت كاتب 1, اعتقد انت قصدك 100. واحمد يا رب تكون فهمت الفرق, هي في ان في 100 او مالتبلاي باي 100 مش بلس 100. خلوا بالك, امال هو ليه كاتب لك اوف بلس 100؟ هو قصده بلس 100 يعني بوزيتيف, يعني بوزيتيف مش نيجاتيف, يعني عايز يكبرها 100 ضعف مش يصغرها, مش نيجاتيف يعني. تمام. فهي بوزيتيف 100, بوزيتيف 100 يعني عايز يقول لك ان الجين بوزيتيف 100 يعني بوزيتيف يعني. تمام. احمد الدنيا وضحت. ماشي. طب خلاص يا نور, كويس خدت بالك بقى بلس 100. لان لو هي, لو انت لو هي نور 1 يبقى معنى كده ان هي الجين يعني هي كده الفي اوت قد الفي ان. تمام ماشي. اوكي حلوه قوي. طيب دي كده جبنا الفي اوت بتساوي 100 في ان, دي كده المعادله اللي انا عايزه اوصل لها. طريقه حل المسائل اللي بالشكل ده بتكون الاتي, كالاتي. يعني اول حاجه بتكتب المعادله اللي انت عايز توصل لها. فالمعادله اللي انا عايزه اوصل لها هي ايه؟ هي ان الفي اوت بيساوي 100 في ان, دي كده اول معادله انا عايزه اوصل لها. طيب تاني خطوة بعمل ايه؟ تاني خطوة بتعملها ان انت بتشوف نوع الامبليفاير اللي انت هتستخدمه, هل هو مديهولك ولا انت هتختار من دماغك؟ فقال لي لا, هو هنا مديهولي, قال لي مرة استخدم الانفيرتنج ومرة استخدم النون انفيرتنج. فالاول هبدأ بالانفيرتنج, هبدأ بالانفيرتنج, هبدأ بالانفيرتنج. فمدام بشوف النوع ده بقى برسم رسمته وبكتب المعادله بتاعته. ايه المعادله بتاعت الامبليفاير الانفرتنج؟ كانت المعادله بتاعته ان الفي اوت بيساوي نيجاتيف ار 2 على ار 1 في الفي ان, دي كانت المعادله بتاعته. تمام. والرسمه بتاعته كانت عامله ازاي؟ كان ان في امبليفاير كده البوزيتيف كان على الجراوند والنيجاتيف كان في ريزيستنس كده, وبعد كده واصل بالفي ان, ودي كده كان اسمها الار 1, وبعد كده كان في ار
وهنا كده ال V out. تمام. طب انا بعد دي كده خلاص، دي كده ثاني خطوه. ثالث خطوه بعمل ايه؟ بقارن بين المعادله اللي انا عايزاها وبين المعادله بتاعت الامبليفاير اللي انا هستخدمه. من المعادله لما اقارن دي بدي هلاقي ايه؟ هلاقي ان ال R2 على R1 بتساوي 100. دي كده ايه؟ دي كده الريشيو بتاعت ال R2 على R1. طيب حد يقول لي بعد كده هعمل ايه؟ حد يقول لي بعد كده هعمل ايه؟ انا كده جبت الريشيو بتاعت R2 على R1، هعمل ايه بقى؟ هفترض واحده واجيب الثانيه. ما خلاص هفترض واحده واجيب الثانيه بحيث اخلي بالظبط يا مارك، هعمل سبستيتيوت، هفترض واحده واجيب الثانيه. فتعالوا مثلا نفترض ال R2 ب 100 كيلو وال R1 بكيلو، صح كده ولا ايه؟ في حد عنده مشكلة في الافتراض ده؟ ال R2 ب 100 كيلو وال R1 بكيلو، 1 كيلو يعني اوم، ال R2 ب 100 كيلو اوم وال R1 ب 1 كيلو اوم، في حد عنده اعتراض؟ بالظبط بالظبط يا محمد، بالظبط يا نور، بالظبط يا منى. هو هنا خلوا بالكم، هو اداني قال لي ان الانبوت امبيدنس ب 1.5 كيلو اوم، يبقى معنى كده ان ال R1 دي هو مديهاني ب 1.5 كيلو، ما ينفعش افترضها من نافوخي. خلاص يبقى خلاص هو مديني ان ال R1 ب 1.5 كيلو اوم، يبقى بالتالي ال R2 هخليها بكام؟ هخليها ب هخليها ب 150 كيلو اوم. بعتذر عن الخط. تمام. طيب حلو قوي. يبقى احنا هنا خدنا بالنا انه ال R1 دي اللي هي الانبوت امبيدنس ليها قيمه هو مديها لي، وبالتالي لازم التزم بيها. لو ما كانش مديك قيمه الانبوت امبيدنس كنت انت هتفترض اي واحده فيهم. فمثلا ممكن تفترض ان ال R2 بتساوي 100 وال R1 100 كيلو وال R1 بتساوي 1 كيلو. طيب برافو، حلو قوي يا محمد. محمد جاوب على السؤال اللي بعد كده، ونور برضو خد باله من الموضوع ان كده، وهدير برضو كانت مجاوبه صح، شكرا يا هدير. خدوا بالهم من هنا ايه؟ ان كده الفي اوت اللي هيطلع دي هيساوي ايه؟ هيساوي نيجاتيف 100 في ان. طب هل ده اللي انا عايزاه؟ قال لي لا، انا عايز 100 في ان. يبقى انا كده هستعمل مين؟ مين اللي يشيل النيجاتيف؟ نيجاتيف زيها. يبقى انا كده هستعمل انفرتنج تاني عشان يشيل النيجاتيف. بالظبط يا محمد، انذر انفرت اوب اند. بالظبط يا منى، هستعمل انفرتر تاني علشان يشيل النيجاتيف اللي تطلع دي. طب الجين بتاع الانفرتر هيكون كام؟ ال R2 على R1 بتاعت الانفرتر التاني هتكون كام؟ الريشيو هتكون كام بتاعتهم؟ بالظبط يا يوسف واحمد، هتكون ب1. ليه؟ لان بالظبط يا محمد، لان انا خلاص اوريدي جبت ال 100، جبت الجين ال 100 في اول انفرتر، فخلاص هخلي تاني انفرتر الجين بتاعه 1. يبقى الفي اوت دي بعد ما تخرج هتدخل على انفرتر تاني، هتبقى هي بقى الانبوت انفرتر تاني. وال الريشيو بتاعته 1، فلو دي مثلا 1 كيلو هتبقى دي كمان 1 كيلو. تمام كده فعلا هلاقي انه علاء الدين بيسأل ما ينفعش اسيبها بالنيجاتيف. لا هو هو ده، هو بيقول لك بوزيتيف 100، يعني عايز يقول لك يا عم انا عايز بوزيتيف 100، لازم تطلع له نفس الاشارات اللي هو طالبها، لازم المعادله دي بالظبط تطلع لي. تمام. فيبقى في اوت بتساوي 100 كيلو. كان ممكن حل تاني بقى، ايه الحل التاني؟ كان ممكن انا هنا بدل ما كنت اخلي 1.5 و150 كان ممكن اخلي 1.5 و15، فيبقى كده تجيب من هنا 10، واخلي هنا
دي بدل ما هي واحد واحد كانت تبقى 10 وواحد، فكان يبقى الجيم منها اللي هو 100. خلاص طيب. محمد بيسأل بافر بتوين دم. بص يا محمد، انت مش محتاج تستخدم بافر بتوين دم، يعني احنا مش محتاجين، فاحنا بنستعملهم كده عادي مفيش مشكلة. هنشوف امتى او يعني ايه الكيس اللي لازم نحط بافر، خلاص، لكن احنا هنا مش محتاجين. تمام طيب. كده احنا خلصنا باستخدام الانفرتنج، ولقينا ان احنا انفرتنج امبليفايرز. طيب النون انفرتنج بقى هنعمل ايه؟ عشان الوقت هفتح لكم بقى الحل عشان الرسم ده بياخد وقت. احنا هنا خلاص شفنا الانفرتنج، وزي ما قلنا كان في حل تاني ان احنا نستخدم اول واحد يكون بيطلع جين 10 يبقى 15 و1.5، والجين التاني برضو بيطلع 10 فيبقى 10 كيلو و1 كيلو فيبقى برضو 10، 10 في 10 ب 100، والنيجاتيف تتشال مع النيجاتيف فكده هيبقى مظبوط. تمام طيب تعالوا بقى نجرب النون انفرتنج. النون انفرتنج قلنا اول حاجه بنشوف القانون اللي احنا عايزين نوصل له. القانون اللي احنا عايزين نوصل له هو ايه؟ هو في اوت بتساوي 100 في ان. طيب القانون بتاع النون انفرتنج عامل بلس ار 2 على ار 1 في الفي ان، ده القانون بتاع النون انفرتنج. طيب وشكله عامل ازاي؟ شكله بالمنظر ده، ان في في ان داخل للبوستيف والنيجاتيف في ار 1 وار 2، والار 1 دي واصله بالجراوند. طيب يبقى هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقارن المعادلتين بتوعي. فعشان اقارن المعادلتين هلاقي ان ال1 بلس ار2 على ار1 بتساوي 100، يبقى الار2 على ار1 بتساوي 99. فليه هنا ما قلتش ان الار1 ب 1.5 كيلو؟ ليه ما قلتش ان الار1 دي ب 1.5 كيلو زي المساله اللي فاتت، وقلت ان الار2 بتساوي 150، يعني وات ايفر بقى الريشيو اللي طلع 99؟ اشمعنى؟ حد يقول لي ليه؟ حد يقول لي ليه يا باشمهندسين؟ بالظبط يا مارك، صح. خلوا بالكم ان الانبوت ريزيستنس تعريفها هي الريزيستنس اللي لازقه في الفولت، الانبوت هو ده تعريفها. فبالتالي بالظبط يا مارك، فبالتالي انه الانبوت ريزيستنس مش هي ار1، ار1 دي واصله بالجراوند، فمش هي دي الانبوت امبيدنس. الانبوت امبيدنس زي الرسمه هنا كده بتبقى واصله بالفي ان، هي دي الانبوت امبيدنس. يبقى الانبوت ريزيستنس او الانبوت امبيدنس هي اللي بتبقى واصله بالفي ان. هو الدايجرام بتاع النون انفرتنج لو شفتوه هتلاقوه ما فيش اصلا ار واصله بالفي ان، بس بما ان هو قال لك هنا في المساله ان في ريزيستنس انبوت امبيدنس قيمتها 1.5 كيلو اوم، فلازم توصل بالفي ان دي ريزيستنس قيمتها 1.5 كيلو اوم. يعني تبين له ان انت فاهم ان الانبوت امبيدنس هي الريزيستنس اللي واصله بالفي ان. طيب انا كده يبقى انا كده خلاص هفترض، ما دام ما فيش اي قوانين معايا هفترض، فانا هفترض الار 2 بتساوي 99 كيلو اوم، يبقى الار 1 بتساوي 1 كيلو اوم. وكده انا طلعت المعادله اللي انا عايزها باستخدام امبليفاير واحد. يبقى عشان كده لو هو ما حددلكش نوع امبليفاير معين انت المفروض تكون عارف مين الامبليفاير اللي هيطلع لك المعادله بتاعتك باقل، يعني اسرع حاجه، او هيطلعها لك باقل عدد امبليفايرز. فانا هنا بما ان الجيت كان بوزيتيف فعلى طول ممكن اعرف ان انا هستخدم النون انفرتنج. طيب تعالوا نشوف السؤال نمبر 2.26 ده بيقول ايه؟ بيقول لنا عندنا signal conditioning analysis shows that the following equation must relate the output voltage to input voltage. ال V out بيساوي 3.35 V in minus 2.68. أحمد خالد بيقول هدير مظبوط، ال input impedance بتكون متوصلة بال V in. أحمد بيقول أنا لو سبتها 1.5، ما فيش مشكلة، عايز يعني تخلي ال R1 ب 1.5 ما فيش مشكلة، بس يعني ما كانش لازم، فاهم قصدي؟ يعني ما كانش لازم، ممكن تفترض، بس ساعتها لازم تكتب له let r1 بتساوي 1.5 كيلو. لازم تفهمه ان ده افتراض،
عشان ما يفتكرش ان انت فاكر ان دي الانبوت امبيدنس. فاهم قصدي؟ فاهم الفرق؟ يعني لما بتكتب لات بتبين للدكتور ان انت بتفترض، فانت ممكن تفترضها ب 1.5 كيلو براحتك، بس ساعتها لو كنت افترضتها ب 1.5 كيلو اظن الار 2 كانت هتطلع رقم غريب. يعني جربوا كده تحسبوها، كانت هتطلع 1.5 في 99، ما كانتش هتبقى رقم يعني منطقي قوي، او اللي هو مش الارقام الطبيعيه يعني اللي هي اللي احنا متعودين عليها. ممكن حتى نحاول كده نشوف هتطلع بكام. هتطلع ب 148 ونص. يعني الاوقع ان احنا نخلي الار 2، دايما بنفترض الار 2 الاول، فممكن نفترض الار 2 ان هي بتساوي 99 كيلو، ونخلي الار 1 ب 1 كيلو، بحيث تبقى حاجه سهله. تمام. طيب اوكي، حلوه قوي. مساله زي ما بنقول بقى التانية، بتقول ان احنا عايزين الفي اوت يبقى بالمنظر ده. ديزاين سيركتس تو دو سو، مره باستخدام السامينج امبليفايرز ومره باستخدام الديفرنشال امبليفاير. تفتكروا لو احنا هنبدا دلوقتي بالسامينج، هنعمل المنظر ده باستخدام السامينج، هل المنظر ده ينفع بالسامينج بس؟ هل ينفع ادخل دي كده ودي كده وخلاص كده خلصت المساله؟ ولو ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ منا بتقول ما ينفعش، ليه يا منا ما ينفعش؟ ليه يا منا ما ينفعش استخدم السامينج على طول؟ ها يا باشمهندسين رأيكم ايه؟ gain first. يعني ايه جيم فيرست؟ منا عشان يصم بالظبط يا منا، بس هي الادق ان هما الاثنين هيبقوا نيجاتيف. الجين يا باشم، السامينج يا باشمهندسين بيعمل ايه؟ بيعمل سمشن بس بيبقى فيه نيجاتيف في الاول. يعني هي انت قصدك عايز كلهم يبقوا نفس الاشاره. بالظبط يا هدير، بس هو بالعكس، هو في حاجه بالبوستيف. هو خلوا بالكم يا جماعه، السامينج بيبقى نيجاتيف داخل على كله، يعني بيطلع نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. فلو انا عندي حاجه بالبوستيف ما ينفعش استخدم سامينج بس، لازم اعمل معاه مين؟ مين اللي بيطلع لي حاجه بوستيف؟ لو انا عايزه السامينج بيطلع كله نيجاتيف، كله نيجاتيف. هو بيعمل سامينج عشان بيبقوا نفس الاشاره، فبتاخد النيجاتيف كومن بره. لو انت عايز تخلي واحد نيجاتيف وواحد بوستيف باستخدام السامينج، لازم تستخدم مين تاني معاه؟ هاي يا باشمهندسين، انا دلوقتي عايز اخلي واحد بالبوستيف وواحد بالنيجاتيف، يبقى استخدم مين لازم مع السامينج؟ السامينج بيخلي كله نيجاتيف. لو انا عايز اخلي واحد كده واحد كده، استخدم مين؟ بالظبط يا يوسف، مظبوط، الانفرتر. منا بصي، هو الصب انت قصدك السبتراكشن اللي هو الديفرنشيال، هو قال لك الديفرنشيال ده واحد تاني. فكده دلوقتي بكلمك على واحد انا عايز اعكس اشاره، مين اللي بيعكس اشاره؟ الانفرتر. انا عايز واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، وانا بيطلع لي الاثنين نيجاتيف، يبقى انا هحتاج اللي انا عايزه بوزيتيف ده ادخل عليه انفرت. تمام، حلو قوي. طيب يبقى انا فعلا هعمل ايه؟ همسك كل جزء لوحده. فين الجزء البوزيتيف اللي انا مش عايز، اللي انا لازم ادخله على انفرتر الاول؟ هو ال 3.35 في ان. ال 3.35 في ان دي انا هدخلها على انفرتر عشان تطلع لي بالنيجاتيف، فانا مش معقول هدخلها كده. طيب فعلا هعديها الاول على انفرتر، فهاجي هنا يبقى انا كده عايز، كان عايز في اوت بتساوي 3. هجيب الجزء الاولاني اللي هو الفي 1 ده، عايز يكون بيساوي 3.35 في ان. يبقى هعمل ايه؟ هستخدم الانفرتر، واحنا عارفين قانون الانفرتر هنساويه بالقيمه دي، هيطلع الار 2 على ار 1 بيساوي 3.35. يبقى هقول لك ان الار 2 بتساوي 33.5 كيلو، يبقى ال R1 بيساوي 10 كيلو، بحيث لما اقسم ده على ده يطلع لي 3.35 VN. وبما ان ده انفرتر يبقى ال V1 دي هتطلع نيجاتيف 3.35 VN. هو ده فعلا اللي انا كنت عايزاه، انا كنت عايزاه يبقى بالنيجاتيف عشان لما ادخله على السامنج اللي هو اصلا بياخد نيجاتيف برضه يبقى خلاص. يبقى انا كده جبت الجزء ده. طيب الجزء الثاني هو 2.68، هل هدخله على انفرتر ولا هدخله على السامنج على طول؟ الجزء ده هدخله على انفرتر ولا هدخله على سامنج على طول؟ ها يا باشمهندسين، ال 2.68 هدخله على انفرتر ولا هدخله على سامنج على طول؟ ها يا باشمهندسين، حد يقول؟
بالظبط يا منى، هدخله على الصامنج على طول. بالظبط يا محمد، بالظبط يا محمد ومصطفى، بالظبط. ليه هدخله على صامنج على طول؟ لان هو اوريدي واخد نيجاتيف، فخلاص هو جاهز معايا. طيب اجيب منين ال 2.68 فولت ده؟ خلوا بالكم ده فولت ثابت، مش معتمد على الفي ان. احنا قبل كده كنا بندخل الفي ان، ده فولت ثابت. بالظبط يا منى، هنخليه على فولتج ديفايدر. بالظبط، اول ما نلاقي فولت ثابت على طول نعرف ان هنعمل باستخدام، بالظبط يا سهيله، باستخدام الفولتج ديفايدر. ليه بقى؟ الفولتج ديفايدر هو اللي بيطلع فولت، يعني قيم او نسبه او ثابت بالنسبه للبطاريه، الفولتج سورس بتاعتنا. عاده عشان تبقوا عارفين يا باشمهندسين، الفولت سورسز اللي بنستخدمها البطاريات اللي في السوق بتبقى يا 5 فولت يا 9 فولت يا 12 يا 15، يعني استخدموا دايما دي قيم الستاندرد يعني. فما فيش حاجه اسمها ان انا هروح اشتري بطاريه اسمها 2.65 فولت، تمام؟ طيب خلاص، يبقى حلو قوي. يبقى انا كده هدخل بطاريه، هعتبر ان البطاريه بتاعتي قيمتها 15، وانا عارف ان انا عايز فولت هنا يكون كتابي 2.68، وناقص لي كده ايه؟ ناقص لي الكونتينر ريزيستنس دول R1 و R2. فانا هقول انه هعتبر ان ال R1 هو البوتنشيميتر وان ال R2 قيمه ثابته. يبقى دايما هعمل ايه؟ هفرض القيمه الثابته. انا معايا هنا القانون، عارفه الفي اوت بوت دي او الفي دي ب 2.68، عارفه الفولتج سورس فرضتها ب 15، ومعايا الار 2 والار 1. هفرض الار 2 اللي هي القيمه الثابته هفرضها ب 10 كيلو اوم. يبقى الار 1 هحسبها من القانون هتطلع لي ب 45.97 كيلو اوم. هجيب الكلام ده باستخدام البوتنشيميتر. يبقى انا كده جبت خلاص ال 2.68. هبتدي بقى ان انا اجمع ادخلهم على السامينج بتاعي. السامينج في الحاله دي هيبقى الجيم بتاعه بكام؟ الجيم بتاعه بكام يا باشمهندسين الصامينج؟ الجيم بتاعه اللي هو الار على الار. بالظبط يا احمد بون، لان انا خلاص معايا 3.35 ومعايا 2.68 جاهزين، فانا كده محتاجه الجين يبقى بون. ففعلا دخلته على، وزي ما اتفقنا الصامينج بيبقى فيه هنا ريزيستنس R2، وهنا الار بتاعت الفولت ده، الار بتاعت الفولت ده. فانا عايز ان ده على ده يكون بون وده على ده يكون بون. ممكن على فكره اخليه ده 10 وده 10 وده 10، المهم اخليهم في بعض، يعني دي 10 و10 ودي 10 و10، بحيث تطلع الجيم ب1 او الار 2 على الار 1 ب1 يعني. طب ايه بقى لازمه الفولور اللي هنا؟ ايه الفولور اللي انا رزعته هنا ده ايه ده؟ ليه حطيته؟ حد يقول لي ليه حطيت الفولور اللي في النص ده؟ حد عارف ليه حطيت الفولور ده؟ لا بص يا منى، الفولور مش بيعكس الاشاره. الفولور الفي اوت بيساوي الفي ان، وانا اصلا مش عايز اعكس الاشاره، ما انا اوريدي ال 2.68 دي هي هتاخد اشاره نيجاتيف اصلا من الصامي مارك افويد ذا لود. بالظبط صح يا ماركو ومصطفى، عشان الكارنت يبقى بزيرو. طب برضو يعني الكارنت يبقى بزيرو نور عشان يعمل سيبريشن. طب ليه بقى؟ ليه عايز اعمل هنا كارنت بزيرو؟ عايز اعمل كده عشان المعادله دي تبقى صح. هو انا ينفع استخدم المعادله دي اللي هي في اوت بتساوي في اس ار 2 على ار 1 بلس ار 2 الا لو ما فيش كارنت هنا؟ هو لو في كارنت هنا، هل الكارنت اللي هيبقى هنا هيبقى هو اللي قد هنا؟ لا، لو في كارنت ماشي في السيت ده هتبقى الكارنت اللي ماشي في الار 1 مش هو اللي ماشي في الار 2، بالتالي ما اقدرش استخدم المعادله دي. فاكرين كنا قلنا في الفولتج ديفايدر ان احنا بنفترض نو لودنج افكت؟ فعشان كده اول ما تيجي تستخدم اي فولتج ديفايدر في اوب امب لازم تحط بعد فولور، علشان تمنع ان يبقى في كارنت ماشي هنا والفولت يبقى هو الفولت، فخلاص انت كده في السليم يعني، تمام؟ يبقى اول ما بنستخدم اي ديفايدر بالظبط يا محمد، افويد اللودنج استخدمته عشان اعمل افويد للودنج افكت، عشان المعادله بتاعت الفولتج ديفايدر دي ما تبص مني، تمام؟ اجي بقى ابص كده على الفي اوت الاقي ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على نيجاتيف بره افتح قوس 1 على 1 في الفي 1، الفي 1 دي اللي هي بتساوي ايه؟ نيجاتيف 3.35 في ان، نيجاتيف تروح مع النيجاتيف يبقى بوزيتيف 3.35 في ان، وهو ده اللي انا كنت عايزاه. طب الفي 2 1 على 1 نيجاتيف 1 على 1 في الفي 2، الفي 2 بتساوي 2.68 يبقى نيجاتيف 2.68، يبقى فعلا وصلت للشكل اللي انا عايزه، تمام؟ طيب تعالوا بقى بسرعه نشوف عشان تلحقوا تروحوا للسكشن اللي بعد كده. نشوف بقى الجزء الاخير، قال لك اعمل نفس الدايره دي باستخدام الديفرنشال امبليفاير. هنا بقى الموضوع ابسط كتير. ليه؟ الديفرنشال امبليفاير كده كده
هو اصلا بيعمل ايه، بيعمل ماينس، يعني بيبقى الاشارتين عكس بعض. فخلاص سهله قوي، هتشوف الحاجه النيجاتيف توصلها بالناحيه النيجاتيف، والفولت البوزيتيف توصله بالفولت البوزيتيف. مين هنا الفولت البوزيتيف بتاعي؟ هو ال 3.35 في ان، يبقى انا كده هدخل الفي ان على الناحيه البوزيتيف. ومين الناحيه النيجاتيف؟ هي ال 2.68. طيب ناخد بالنا الاول قبل ما نعمل ان احنا لازم نخلي نشوف الشكل بتاع ال نشوف الشكل بتاع ال الانفرت الديفرنشال ده والمعادله بتاعته عامله ازاي. فانا عارفه ان الشكل بتاعه بيبقى بالمنظر ده، والار 1 دي لازم تساوي الار 1 دي، والار 2 دي لازم تساوي الار 2 دي، وببقى عارفه ان المعادله بتاعتي بتساوي ار 2 على ار 1، وبعدين بفتح براكت في 2 ماينس في 1. يبقى انا لازم اخلي المعادله بتاعتي بنفس الشكل. فلما اخلي المعادله بتاعتي نفس الشكل هاخد ال 3.35 كومن فاكتور، هيبقى لي في ان ماينس 0.8. لو ضربت ال 0.8 في 3.35 هيطلع لي 2.68 اللي كانت عندي. طيب يبقى انا كده لو قارنت دي بدي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ان ال في 1 هي ال 0.8، ال في 2 هي ال في ان، وال ار 2 على ار 1 ب 3.35. فخلاص انا كده عرفت ان ال في ان اللي هي داخله على البوستيف اللي هي ال في 2 هي دي اللي داخله على، وال في 1 هي اللي داخله على النيجاتيف هي ال 0.8 فولت. هنجيب منين ال 0.8 فولت؟ فولتج ديفايدر زي ما اتفقنا، بنفترض ال VS وبنفترض R2 اللي هي الثابته، وبنعوض وبنجيب ال R1. طيب ولازم زي ما ننساش نحط بافر هنا، زي يعني زي ما اتفقنا كده بنحط بافر او فولور هنا عشان يمنع اللودنج افكت وتبقى المعادله دي مظبوطه. وجبت الريشيو ما بين R2 وال R1، بفترض ال R2 فافترضتها ب 33.5 كيلو، يبقى دي 10 كيلو، طبعا دي زي دي ودي زي دي. وهنا حسبت ال R2 افترضتها ب 10 كيلو، فطلع لي ال R1 ب 177.5 كيلو اوم. تمام كده يا باشمهندسين؟ في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال؟